اصل لما الكياكيست كل اليوم اللي باش نشوفهم من بعضنا كيفاش صنعنا شريو نتاع الكياك نتاعنا اللي هو سهل لنا ترونسبور نتاع الكياك نتاعنا سيرتو من الكرهبه للشط ويحمينا الكياك نتاعنا ماش خليها تتخبش في القاعه ولا نبعدوا على الريس كانت تتكسر ولا اي حاجه به. نشوفهم بعضنا اليوم كيفاش عملنا الشريو هذيا كما تروا فونكسيونيل جو سمح قديش ب 40000 كاو متكلف حتشين من با يعني زوز متر وجعب وطرف اكسسوار ونشوفوهم بعضنا في الفيديو. كما تفهمنا تو باش نشوفو شنو هما لي زيليمون اللي لازمين به. عندك تيج بي في سي تاخو جابة كيما هكايا خذها حكاية زوز متر هكايا فهمت باه. والبيسير نتاع الجابة اللي هو يكون 40 يعني 4 سنتيمتر والبيسير نتاع البي في سي يكون 0.4 مليمتر باش يبدا صحيح ويزن الكايك نتاعنا واحنا مرتاحين باه. نسحقو كابتين طولهم 23 سنتيمتر باه ونسحقو هنيا 6 كابات دو 10 سنتيمتر سهل تصاميم سهل بسي يتقصب هذايا ما فيه حتشين سهل برشا باه. نكملو نشوفو شنو اخر نسحقو. تاخو كل كيما هذايا ديجا انت كان كيري يقولو عطيني كل بي في سي يعطيك يقولو عطيني كل نتاع البي في سي جعب فهمت ما في حد شيء مزود صغير يكفي نرجمون سيفيزون به. اش عندنا اخر هنايا به عندنا لي كود هذوما معروفين كيف كيف يعطيك تقول اعطيني كود 40 تاع البي في سي هو بيدو نسحقو 3-6 كابت نسحقو 6 كود به. اش عندنا اخر وعندنا لي زيكرو ثم بعد نشوفوهم الواش باش نفكسيو بيهم العجل باه. وناخذو حتى من السوق ولا من اي بلاصه عجلتين كيما هكايا نتاع بوسيت ولا نتاع كهربا جوي صغيره ولا حتى اللي كان كيري يتباعو فهمت باه. ونسحقو تيج فيلتاج كيما هذيا يسحقو جماعة ستاف هذيا معروف برشا خذ متر ويزي ديجا متر وبرشا يكفيك باه. وبور ايفيتي يعني الفروتمون تاع التيج هذايا بحكم انه فيلتاج مع البي في سي اللي هو باش يدخل كيما نقولو هنا هكايا من بعد نشوفو كيفاش باش يهرينا البي في سي فهمت حيتو ماهوش ليس ماهوش ملس. ناخذولو تيج هكايا ونعد نفس الكانكيري كل هذا حاجات موجودة في اي كانكيري تيج كيما هكايا ما فيها حد شي تاخو مترو باش تخدم مرتاح ما تقعدش في الريسك ديما. وتيج هذايا باش نستعملوه باش يكون هو اللي باش يحمينا البي في سي فهمت هاك تشوفو يدور مرتاح ما فيه حتى مشكل باه. نبداو على رواحنا نتوكلو وسيد حاجه اخرى باش نسحقو هذايا هذايا لي نود اللي تسميوه فهمت هذوما اللي نستعملوهم في البيسين نتاع العمان يزي طرف كيما هكايا نسحقوه هي الكابه تعمل حكايه 6000 فرنك طويله فهمت وكو باه. نتعديو تو نبداو على رواحنا ناخذو هذيا تيج الاول باه ولازمكم تبعوني بالضبط باش نسحقو بقل الماتريال واسهل طريقه يعني سيرتو خاطر من بعديك عندنا حكايه تذويب البلاستيك. تبعوني بالضبط كيفاش باش نعمل هذيا لي كود كيفاش باش نستعملهم باش نعملو بقل خدمه في اسرع وقت باه.
العادة هي بيد الأوبراسيون ما يتبدل حتى شيء. به هنا تو باش نبداو بالبارتي الفوقانية. البارتي الفوقانية كما قلنا هذوما لي باز يبشرك به هنا. وعندنا تيج الوسط اللي هو تيج دو رونفورسمون، سينو هكايا باش يتفزرلنا ويتحل في زوز. احنا هكايا ناخذو هذه هكايا وهذه هكايا، شدوها بالكل كالعادة. ديما ما ننساوش باش نخدمو البارتي هذي وحدها والبارتي هذي وحدها، سينو راهو هكا ما يركبش على بعض جملة. باهي نخدم بهذي خير. هاك تشوفوا فيه سي بون، السوكل نتاعنا حضر جو سمح. باه باه هنيا باش نبداو نسخنو التيجي اللي باش يركب في الوحدة الضيقة هنيا. عملنا هذوما سي بون، ركحناهم جو سمح. جست نزيدوهم نعملو لهم الكل هنيا. به احنا عملنا هذوما توا، نقب هذوما اللي تشوفو فيهم باش نقويو البي في سي في بعضه. واش معناتها؟ احنا عندنا هنيا البوان نتاع الكياك الكل هنيا، يعني البوا كيابة هكايا راهو باش يدز يمين ويسار الكل هي سافا يعني تشد روحها. اما احنا جوست يعني باش نقعدو مطمئنين، معنا علاش نخافو باش يشدنا بزاف. نجيو للتيج هذايا ناخذو له قيسو نعملوها احنا منا هكايا. ديما ما ننساوش نخرجو منا شويه، نخرجو منا شويه منا شويه باش ما نخليوش العجل تتحك في البي في سي نتاعنا. سمعت انا انا هنا هكا بيه هنا تو نكونو دخلنا التيج هذيا اللي هو باش يصير عليه الفرطمون نتاع العجلة. هاك كيما تشوفو خليوه خارج هوني منا شوية ومنا شوية. بيه تو يقادرنا جوست ناخدو القيس ندخلو التيج هذيا هكا. اول حاجه قبل ما ننسيو باش نعملو هذي قبل هوني، هذي ما ننسيوهاش الخطوه هذي بالضبط. نقولكم علاش
هذه هي مش تولي عملنا هكا. يعني احنا كي باش ندخلوا العجله منا خليها منا مثل ولا منا كيف خليها منا هكا. عندنا كعبة هكا بالضبط. زالت اخر ايتاب اللي هي باش نعملو الخفاف هونيه باش ما نجرحوش الكايك نتاعنا. كيما تشوفوا هونيه ما يصير فيها سليس لازمنا نمدو الخفاف نتاعنا اللي هو يتمثل في هذا. باه سهل برشا. نجيو هونيه ناخذ القياس نتاعنا شان احنا عنا هكايا. جوني نختو نشقوه في زوز تنقلكم لويه جوني نخذو في رقمو هذيا هكذا هذه مش يجي هنا هكذا.